الطلاب نتعلم ويا الأصحاب نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد احنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حياكم الله طلاب الأعزاء فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معلمكم رضا نصر من مدارس ابن خلدون مع الدرس الأخير من منهج اللغة العربية للصف الأول الابتدائي والشجرة الحزينة سبق أن تحدثنا من قبل وأن الوحدة الأخيرة وحدة المناسبات أخذنا في المناسبة الأولى فواز وشهر رمضان وفي المناسبة الثانية ضيف جديد وتعلمنا القيم والمبادئ التي نتعلمها من كل درس ومع درسنا اليوم الشجرة الحزينة أخذنا في الدرس السابق ما هي القيم التربوية التي نتعلمها من درس الشجرة الحزينة قلنا أن الشعور والإحساس بالآخرين كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم مشاركة الآخرين في أفراحهم وأحزانهم والسؤال عنهم وقت أفراحهم والمشاركتهم في أفراحهم والسؤال عنهم وقت أحزانهم ونشاركهم هذا الفرحة وهذا الحزن فكل منا يمر بأوقات فرح وأوقات حزن وأوقات سرور وأوقات كثيرة من هذه الأمور فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن للمؤمن كما فعل العصفور مع أصدقائه ومع الشجرة أن المؤمن للمؤمن لابد أن يشارك بعضهم بعضا وأن يوم كما تعلمنا من الدرس الأخير هذا أن يوم العيد يوم فرح وسرور وصلة الأرحام والأقارب والسؤال عنهم ولا ننسى يا أصدقائي أن الإحساس بالفقراء والمساكين واجب علينا في هذه الأيام الجميلة وأن نشاركهم أفراحهم وأن لا ننساهم في هذه الأيام الجميلة كما فعل العصفور اللطيف مع هذه الشجرة الحزينة لكن يا أبطال سؤال هنا مهم جدا هل الشجرة الحزينة في أول الدرس كانت الشجرة الحزينة هل في نهاية الدرس نستطيع أن نطلق عليها الشجرة الحزينة أحسنتم طلابي الأعزاء لا نستطيع أن نطلق عليها الشجرة الحزينة لأن العصفور قام بفعل جيد وفعل حسن استطاع أن يسعد هذه الشجرة في نهاية الدرس وأصبحت الشجرة السعيدة بفعل هذا العصفور الذي نال الثواب من والشكر من هذه الشجرة من هذا الدرس كمان نتعلم أن يوم العيد يوم لعب وابتهال وفرح وسرور وإن أضاف إلى ذلك كله أيام ذكر وتكبير وتهليل لله سبحانه وتعالى من هذه القيم كمان يطلب أن نتعلمها أن أشكر من صنع لي معروفا ومن صنع لي جميلا لابد أن أشكره على هذا الصنع الجميل الذي فعله معي فنجد أن العصفور ساعد هذه الشجرة على أن تخرج من هذا الحزن الذي بي والجو الحزن الذي يملأها والحالة التي بها واستطاع أن يسعدها سعادة غامرة جميلة فلابد أن نشكر من هذا الدرس ونتعلم من هذا الدرس أن نشكر من صنع لي معروفا ونقول له شكرا وجزاك الله خيرا وندعو له كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله وأن الإنسان أحبابي إذا كان من أي أن الإنسان إذا كان من طبيعته وخلقه عدم شكر الناس على معروفهم فإنه لا يشكر الله لسوء تصرفه فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نشكر الناس وأن نشكر من صنع لي معروفا ونقول له جزاك الله خيرا على هذا الفعل الجميل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع عليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتموه فهنا يا أبطال هذا العصفور الجميل استطاع أن يسعد هذه الشجرة فلابد من كل من الشجرة أن تشكره وبالفعل شكرت الشجرة هذا العصفور الجميل وقالت له جزاك الله خيرا أيها العصفور اللطيف وأخيرا أدعوكم طلاب الأعزاء وأدعو تلامذتي الأعزاء الفضلاء بعد هذا الدرس
أن نقابل من أحسن لي بالإحسان، أن نقابل من أحسن إليك بالإحسان، وأن تثني عليه خيرا في مقابل إحسانه. فهذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بها. تعالوا معي إلى هذه الفقرة من تحليل كلمات الدرس، ثم نقرأها قراءة صامتة، ثم بعد ذلك نحللها تحليل من واستخراج المهارات التي بها. أذكركم سبق أن درسناها دراسة قراءة صامتة، والآن نحللها تحليل جيد معي. الشجرة الحزينة، الشجرة الحزينة، لام هنا لام شمسية، الش ساكن مع حرك، ساكن مع حرك، الش والتهنة تاء مربوطة. الحزينة آل قمرية، مد مع الممدود زي الحازي، لم قمرية آل، مد مع الممدود زي، التهنة تاء مربوطة. إذن كلمتين احتوت على كلمة على لام على تاء مربوطة. وعلمنا أن الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة سبق وأن تحدثنا عنها من قبل. العيد، لم قمرية ال، مد مع ممدود عي، العي، العيد، احسنت. السعيد، اللام شمسية، مد مع الممدود عي، السعيد. تجمع، ساكن متحرك جم، هنا الميم حرف مشدد، تجمع، وهذه الكلمة فعل. الأطفال، مقطعين ساكن الأول ال والثاني أط، مد مع الممدود فا، الأطفال.
الحديقة، ال مقطع ساكن، دي مد مع الممدود، التاء تاء مربوطة، الحديقة الحديقة، تي يلعبون ساكن متحرك، يل مد مع الممدود، بو يلعبون، بينما ساكن متحرك، بي مد مع الممدود، ما بينما، العصافير ساكن متحرك، ال مد مع الممدود، مقطعين ص والثاني في، العصافير، تطير ساكن مد مع الممدود، طي تطير، وهذه الكلمة فعل. فرحة، فرحة، تنوين هنا بالفتحة على التاء المربوطة، فرحة، تاء مربوطة هنا، فرحة، فرحة. لاحظ مد مع الممدود، لا لاحظ، وهذه الكلمة فعل وليست اسما. أحسنتم طلابي. تبكي ساكن متحرك، تب مد مع الممدود، كي تبكي. لماذا مد مع الممدود، ما مقطع ثاني، ذا لماذا، وهذه أداة من أدوات الاستفهام كما تحدثنا وشرحناها من قبل. تبكينا ساكن متحرك، تب مد مع الممدود، كي تبكينا. قالت مد مع الممدود، قا والتهنة تاء مفتوحة، في كل الحالات تنطق تاء سواء في الوقف أو الوصل. جميعكم مد مع الممدود، مي جميعكم ساكن متحرك، كم ساكن متحرك، كم. تلعبون ساكن المحرك، تل مد مع الممدود، بو تلعبون، وهذه الكلمة فعلا. أستطيع ساكن المحرك، أس مد مع الممدود، طي أستطيع. أحسنتم. الحركة ساكن المحرك، ال التاء هنا تاء مربوطة، الحركة الحركة. طريقة مد مع الممدود، ري والتاء هنا تاء مربوطة، خ تن تن تن. طريقة طريقة. يسعد ساكن مع متحرك، يسعد، وهذه الكلمة فعل، يسعد. أحسنتم طلابي الأعزاء. نادى مد مع الممدود، نا نا نادى. العصفور ساكن مع متحرك، ال مقطع ثاني ساكن، عص مد مع الممدود، فو العصفور. أص ساكن مع متحرك، أص مد مع الممدود، قا أه أصدقاءه. تتراقص مد مع الممدود، را تتراقص. أحسنتم طلابي. تحركت التاء تاء مفتوحة، مساكن متحرك، كت تحركت. أغصانها مد مع الممدود، صاء ومقطع ثاني مد، ها أغصانها. أحسنتم طلابي العدد. شك شكرا ساكن متحرك، شك والتنوين تنوين الفتح، رن شكرا. أيها ساكن المحرك، أي ومد مع الممدود، ها ويأتي بعدها اسم مذكر. أيها. اللطيف، نكتفي بهذا القدر من التحليل طلاب الأعزاء في كلمات الدرس، هذه الكلمات الجديدة التي مرت علينا في هذا الدرس، كلها كلمات مليئة بالمهارات التي سبق وأن درسناها في فصل الدراسي الثاني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقكم في حياتكم، وهنيئا لكم صعودكم ونجاحكم للفصل الدراسي الثاني. معلمكم رضا نصر يحييكم، واتمنى لكم مستقبلا باهر بمشيئة الله في الأعوام القادمة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.